السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأشرح لكم ما معنى يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريين مع احترام البروتوكول الصحي والبيداغوجي خلال السنة الجامعية سنة 2021 وسنة 2022، معناتها لي تي دي ولي تي بي راهم أساسيين، على عكس العام الماضي هو أنه كانوا يقومون بجمع لي تي دي مع المحاضرات في المدرج. فبالتالي هذه السنة سيكون انفصال، لي تي دي تقراوهم عادي في الكلاسة والمحاضرات تقراوهم في المدرج، لانه العام الماضي علاه داروا جمع؟ لانه المدرج كبير يقدروا يديروا التباعد، ولكن هذه السنه حضور الطلبه اجباري في لي تي دي وفي المحاضرات غير اجباري، على عكس العام الماضي. العام الماضي كان غير اجباري، يعني كاين هناك الكثير من الطلبه انهم لم يذهبوا الى الجامعه اطلاقا العام الماضي، ولكن هذه السنه حضور الزامي واجباري في التطبيقات وفي لي تي بي. اتفقنا فبالتالي انكم تغيبوا 3 خطرات انه يعتبر اقصاء، ولكن كما قلت لكم ما تخافوش، وانه تقدروا تروحوا الاستاذ ينحي لكم واحد والله ويخلي لكم 2. اتفقنا فبالتالي ما يخوفكم حتى واحد يقول لكم كون تغيب 3 خطرات اقصاء وكذا وكذا، لا، تروح للاستاذ تاعك قول له يا استاذ راني غايب 3 خطرات نحي لي واحد وخلي لي 2. اتمنى انكم فهمتوا يا طلبتي الاعزاء وبالتوفيق.